فادراتنا متابعينا الكرام، فريق اجاكس مراكش ينهجل الخطه ديال لاعب الطائر على بعد دقيقه و50 ثانيه من نهايه المباراه. اجاكس مراكش من متاخر بخمسه مقابل اثنين بعد ما كان متقدم في الاطوار ديال الجوله الاولى. الجوله الثانيه عرف كما تنقولوا الفريق ديال امل تتمليل كيفاش يحاول انه يسجل ثلاثه ديال الاهداف. بالنسبه للدراري ديالنا احنا جينا عازمين على المقابله باش نحققوا الفوز تحت الاشراف ديال المدرب ديالنا اللي عطانا الخطه. الحمد لله ما خيبناش الله بعد التعثر المقابله اللي فاتت مع شباب الوفاق اللي ما كانش من النصيب ديالنا. الحمد لله الكره هي هذه. فريق اجاكس اللي فريق كبير، الحمد لله حاولنا ندار كل الموقف في البدايه ديال المقابله، سجلوا علينا جوج اهداف، رجعنا في المقابله جوج جوج. الحمد لله الدوزيام ميطا خدينا واحد الاكسبيرونس مع الدراري، هضرنا بعضياتنا وخدينا واحد الخطه من عند المدرب هو اللي عطانا ان شاء الله الحلول وجاب الله التيسير. الحمد لله كنا في المباراه ونتمنوا ان شاء الله باقي المقابلات نكونوا في المواعيد ان شاء الله. بالفعل احنا اليوم نهضروا على نقدروا نهضروا على الصعود ديال الفوز اللي فزنا احنا اليوم، وصلنا النقطه اليوم تا غادي ان بدا كيتحقق، ما بقاش بزاف شي حاجه شويه، ولكن الامور صعبت علينا، صعبت علينا شويه، قدروا لنا جوج دراري تعمل على ديالنا، وقعوا مشاكل عندنا في ديك القاعه ديال عمر الخطاب، ما روزمو ما كيدخل لنا الجمهور، ديما مشاكل عندنا ديال الجمهور، والحمد لله هاد السيمانه درنا واحد المراسله استعجاليه لنفسي ديالنا، تكلم مزيانه نبى لينا الطلب، عطانا رخصة يعني في القاعة ديالنا في ديك المركز تاع الملعب. اليوم هاد المشكل ديال الدخول الجمهور والمقابلة غادي نحدوه، ما غيبقاش غادي نلعبو المقابلات ديالنا في خاطرنا. واش غنقول لك، برافو برافو السيد المدرب، لأنه الصراحة مدرب شاب واعد تكتيكمون، زعما بصراحة كاين بمعنى الكلمة. برافو اللعبة لأنهم كيتقاتلوا وبداو كيستوعبوا الخطط ديالنا. هادشي اللي غنقول لك، أنا مسرور، باقي الحال على الطلوع، ولكن اش غنقول لك حنا حيت مادام غيطلعوا ثلاثة الفرق، كنقول ساكنة تتمني إن شاء الله ديما حنا غادي نبقاو نلعبوا على لو نيفو كيف عهدناهم ديما من 2015 فاش درنا الفريق، اسسنا الفريق ودخلنا العصبه كنلعبوا على لو نيفو. إذن المهدي الإدريسي الإطار الشاب ديال فريق أمل تتملي الاثنين اللي شفنا ما عداش لك البال منذ بداية المباراة، الجولة ديال المدربين حاولتوا أنكم تخوضوها وتنتصروا فيها بخمسة مقابل اثنين أمام فريق أجاكس مراكش، كيفاش بانت لك المباراة من العين التقنية ديالك؟ والحمد لله المقابلة كانت في الشوط الأول متكافئة، من بعد صلحنا بعض الأمور ديالنا ما بين الشوطين، كانوا اللاعبين كما كنقولوا في نهارهم، وفي الشوط الثاني قاموا بالواجب ديالو ورجعنا في المقابلة وفزنا. الحمد لله ان شاء الله هذا العام غتكون واحد نتيجه كبيره غتكون في مدينه الدار البيضاء، وهو الصعود ان شاء الله ديال الفريق ديالنا، وان شاء الله يكون من هنا قدام خير ان شاء الله. شكرا. اولا شكرا لقناه الفجر الرياضي على المواكبه. فكما قلتي الاخ حمزه، جول مجريات الجوله الاولى كانت لصالحنا، درنا واحد الضغط عالي على الخصم، توج بهدف مبكر بالرغم من الخطا في التموضع في ضربه الخطا، لاننا عاودنا رجعنا وسجلنا الهدف الثاني في اخر انفاس المباراه. كذلك خطا في التغطيه استطاع الفريق الخصم انه يسجل هدف التعادل. فكنت راضي على الاداء ديال اللاعبين في الجوله الاولى، وحاولت اني نوصل لهم معلومه اللي مهمه، وان ان الفريق ما غاديش يوصل للشبكه ولا غادي يسجل عندنا اهداف الا في حاله الا عطينا حنا الا ارتكبنا اخطاء، وهذا الشيء اللي استغل الفريق تتمليل، فاستغل مجموعه من الاخطاء في الموضوع ولا في التمركز ديال اللاعبين ديالنا، واستطاعوا انهم يسجلوا لنا هدفين اللي قتلوا بهم المباراه، على الرغم اننا تخرجنا الباور بلاي
وكانوا مجموعه من الفرص اللي اننا نسجلوا ما سجلنا، ضيعنا جوج ضربتي جزاء ديال العشر امتار ما كناش متوفقين في التسجيل ديالها. فالحمد لله على الاداء ديال اللاعبين، خاصو مجموعه من خاصو عمل شويه من اجل تدارك الموقف ان شاء الله.